خلينا بقى نتكلم بشكل عام او نبدا بانجلترا وايران. هو بدايه كده ابرز ظاهره النهارده ظاهره احتساب الوقت بدل الضايع. التحكيم سكولينا رد يعني وقال الوقت بدل الضايع في خاصيه خلاص. التحكيم في كاس العالم فيه ثلاث حاجات زياده واضحه جدا، يعني الوقت بدل الضايع 27 دقيقه، وقت بدل الضايع في النهارده الشوط الاول اهو قدامنا 14 دقيقه وقت بدل الضايع في الشوط الاول لمباراه انجلترا وايران، و13 دقيقه في الشوط الثاني، الاثنين 27 دقيقه. وماتش هولندا والسنغال 14 دقيقه، وماتش ويلز وامريكا 16 دقيقه. فدي وداعا كده لهاني سليمان، وداعا لاضاعه الوقت بقى، وداعا الفيفا منزل اخبار على المواقع الاجنبيه كلها بتاكد ان هو بيدعو الى عدم اضاعه الوقت. اوكي. فخلاص المباريات في كره القدم اعتقد ان هي هتوصل ل 100 دقيقه، المنظر اللي احنا بنشوفه ده يعني هيبقى 100 دقيقه بدل 90 بعد كده، لان في تغييرات، في اصابات، في اضاعه وقت، في انذارات، في الحكم لما بيروح بيبص على الفار، فكل ده بياخد وقت. الحاجه الثانيه، الخاصيه الثانيه للتحكيم خاصية كشف التسلل، شفناها امبارح في مباراة قطر بالجرافيك معمولة، دي خاصية برضو من الحاجات التقنية الحديثة جدا في المونديال. الحاجة بقى اللي لسه ما شفناهاش واللي ممكن نشوفها برضو، ولأن مستحيل نشوفها برضو مع التطور ده، وهي خاصية الستاند باي فار، الحكم اللي هو الفيديو الاحتياطي. في حالة انقطاع الفار مع الحكم الرئيسي بيبقى في حكم فار احتياطي بيبقى موجود في أرض الملعب، وبيبقى الحكم الرابع هو اللي بيقود التقنية الفار الاحتياطي دي على ان يصبح الحكم المساعد الاحتياطي حكم رابع للمباراه. فدي ثلاث حاجات من الواضح التطور التحكيمي في المونديال بشكل كبير جدا.